حياتنا وسوري الزعلة. سوريا لبها لبها. سوليا متوهج، سوليا بيعيش أفضل فتراته. والحقيقة أنا اتخضيت زي كل الناس الحقيقة من الـ من الـ من الـ يعني من الفاول اللي حصل معاه، الكارت الأحمر الأولاني بتاع الهلال. الدخلة كانت عنيفة جدا جدا، ويعني أنا حتى كنت لسه بتكلم مع كابتن ضياء، يعني أنا متوقعتش إن السولية يكمل المباراة، وكابتن بيقول لي إن إصابة زي دي ممكن يعني تتسبب لا قدر الله في كسر. بس الحقيقة السولية كان راجل، وكان واحد طبعا من نجوم الأهلي في البطولة وفي مباراة الهلال كمان على وجه التحديد. دي كانت مهمة جدا برضو. نرجع أحمد، إن لازم اللاعب برضو يشنكر بلغه الكوره. أيوه. يبقى في بنداج وفي لو مفيش الجارد ده مفيش انكار مشكله، تبقى طبعا لو لابس يبطل فيها استرزاق المونيا. أيوه. والملعب زي ما انت عارف بيترش قبل. أيوه. المباراه وداخل باقصى قوته، لو نازل في القصبه. يعني انت لما تشوفها في كاميرا من الكاميرات، انا بصراحه انا اتخضيت. ممكن تجيب، يا ريت يبقى كسر، لا قدر الله كانت ممكن تجيب كسر مضاعف وتعمل مشكله، يبقى خلاص كل سنه طيب، ممكن يقعد له سنه سنتين لا قدر الله بعد الشر عليه هو واي لعيب تاني.